السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ أبو الحبيب اتفضل. الله يعزك. معذرة يا مولانا، أنا في سؤال بس عايز أسأل حضرتك فيه لو تكرمت. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نزول سيدنا جبريل عليه السلام عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني فزع، كان في حالة فزع وخوف شديد. اللفظة التي فيها أنه ذهب كي يتردى من جبل ضعيفة، بلاغ، والزهري يقول بلغنا، فهي الجزئية دي من ضمن الحديث، خاصة هذه الجزئية ضعيفة. ايوه، شكرا، بارك الله هو فيك. الله يعزك يا مولانا، بس الحاله اللي كان فيها الخوف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أصل الحديث، زملوني زملوني، ايوه دي ثبتة، ما فيش فيها نزاع، لكن كنت أظنك تقصد أنه ذهب كي يتردى من جبل. لا يا مولانا، انا اقصد حضرتك اللي هو خوف النبي والفزع طبعا شيء وحاله الهلع غريب. اللي كان فيها النبي صلى الله عليه ايوه وسلم. شيء غريب طبعا، شيء غريب. كان الله عز وجل قادر على ان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخوف، فما الحكمه من ترك الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يواجه سيدنا جبريل عليه السلام في هيئته الحقيقيه؟ وهل في حكمه من ذلك يعني يا شيخنا، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق؟ يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله لا يسأل، لماذا يا رب لم تفعل كذا؟ هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.